نروح لتقرير مع عطيه البلاسي مدافع النادي الاهلي الاسبق واللي كان انضم للنادي الاهلي في فريق من فريق الاولمبي. قصته مع الاهلي ما كانتش طويله ورحل سريعا عن الفريق. نشوف هو فين دلوقتي وبيعمل ايه، وبعدين نروح لفاصل ونرجع مع ضيفنا الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله نجم النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي الاسبق والمدير الفني الحالي لفريق بايونيرز. خليكم معانا بعد الفاصل، نواصل ان شاء الله. طبعا دي رحله كبيره طبعا في كره القدم معايا، يعني لعبت في الحمد لله في انديه كتير جدا، ممكن يعني توصل ل 13 14 نادي. بدايتي غزل دمياط، الحمد لله يعني كنت ماشي بصوره كويسه، اتنقلت لبلديه المحله. بدايه طبعا كنت يعني انا اتنقلت من بلديه المحله من غزل دمياط كانت 180 الف جنيه، كان مبلغ برده ساعتها كبير جدا 2007 او 2008. اتنقلت الاولمبي، يعني رحله كبيره، فبصراحه مش عارف اقول ايه، يعني حاجات كتير في كوره. والله انا الحمد لله انا يعني انا لعبت في الدوري الممتاز، لعب 32 ماتش من 34 ماتش، فالحمد لله كنت عامل موسم جامد جدا، ولدرجه مانويل جوزيه هو اللي طلبني يعني. فرحت النادي الاهلي، كانوا عايزيني في شهر واحد بس للاسف النادي الاولمبي رفضوا خالص، احنا كنا ساعتها بننافس على الهبوط، ورحت الاهلي في اخر السنه، فمانويل جوزيه مشي، وانا كنت عايز اروح شهر واحد، كانت تفرق معايا جدا يعني لو رحت له في شهر واحد، لان كان في برضه كابتن وائل جمعه، كان في لعيبه كبيره جدا، وكنت حابب ان انا موجود في وسطهم، لان كنت عندي ثقه في نفسي الحمد لله في الكوره يعني. ما يعني الاهلي قلت اللي هي محطه ليا، مش محطه للنادي الاهلي نادي فلاي لا طبعا، بس اللي انا كان في حلمي اللي انا هحترف. بس ما حصلش نصيب يعني، كابتن مانويل جوزيه مشي وكابتن حسام البدا هو اللي مسك، يعني انا اللي قررت ان انا امشي من النادي الاهلي، ولا كابتن حسام قال لي امشي ولا نادي الاهلي امشي، لا انا اللي قررت ان انا احترف. جالي اعاره في اهل بنغازي في ليبيا، فانا اللي قررت ان انا احترف، يعني لان خلاص انا شايف في مدير فني يعني لما يكون مستقصد حد لو هو احسن لاعب في مصر مش هيلاعبه، ده الكابتن حسام البدا بيحب وبكره عنده الحته دي بصراحه. لما لقيت في مدير فني حاططني في دماغه، يعني حطيتني يعني لاعب، بقول لك حضرتك لاعب 32 ماتش من 34 ماتش، يعني اكتر لاعب في الدوري المصري لعب، فان انا اجي النادي الاهلي عشان ان انا ما العبش، بيديني فرصتي يعني، اديني فرصتي بس، انا مش عايز اكتر من كده. ولاعيبه كتير كلموني قالوا لي روح اتكلم معاه، قلت لهم انا ما بتكلمش معاه، ادي لي فرصتي وخلاص. هو فعلا ما اديني فرصتي خالص. انا لما مشيت من الاهلي ورجعت الاولمبي بعد فترات كبيره، يعني بعد ما احترفت بره ورجعت الاولمبي، كان عندنا ماتش مع الاهلي ودي في برج العرب، انا فاكر اللي قاله لي بالظبط. فطبعا انا كنت احتياطي الماتش ده بتاع الاولمبي، بيلعبوا فرقتين، فانا كنت الشوط الثاني، فطبعا رحت سلمت على الجهاز، كان كابتن حسام البدري وكان ساعتها كابتن هادي خشبه، فرحت سلمت على كابتن حسام يعني واللعيبه، فقال لي يا بلقاسي ده انا فكرتك بتلعب في اوروبا، قلت له اوروبا انت خلصت عليا، لعبتني درجه ثانيه، والله العظيم اللي بقوله لك ده بالظبط، قال لي انا اللي خلصت عليك، قلت له انت اللي خلصت عليا. هي اللي كانت تجربه اهلي بنغازي، يعني انا كان بالنسبه لي رحت اهلي بنغازي عشان خاطر العب في منتخب مصر، وقلتها له قبل ما اسافر، قلت له انا همشي من هنا وهروح منتخب مصر من هناك من ليبيا. فطبعا الصفقه كانت عامله حوالي 200,000 دولار ليا والنادي الاهلي الاثنين يعني مع بعض، فكانت تجربه حلوه، لعبت الحمد لله لعب ماتشات كتير جدا هناك، يعني ما كنتش بقعد احتياط اصلا خالص. فبس الدوري هناك صعب، حسيت ان انا مش هلعب منتخب او مش هرجع الاهلي واقف على رجلي كويس، فقررت ان انا ارجع تاني مصر، ورجعت على النادي الاهلي ما طلعتش عاره، بس الكابتن حسام مكمل، لا طلبت ان انا اطلع عاره تاني، فطلعت عاره المقاولين، فبرضه ما كانش في توفيق معايا في المقاولين، فخلصت الاعاره وخلاص اخر السنه خدت استغنيت من الاهلي. كانت تجربه حلوه جدا بالنسبه لي، انا رحت عمان، كنت فري لما مشيت من الاولمبي، رحت عمان في 2016 في الدوري المحترفين، طبعا هو الدوري بتاعهم قوي جدا خلي بالك، يعني مش دوري سهل، يعني اللعيبه المحترفين اللي جوه بيلعبوا في منتخبات كلها. كانت تجربه حلوه جدا، ولعب الدوري كله، يعني ماتش واحد اللي قعدته كنت مصفي او موقوف مش فاكر يعني، فكانت تجربه حلوه جدا بصراحه. وخلصت الفتره دي ورجعت على الاولمبي تاني، يعني الاولمبي ده انا مثلا رحت مرتين ثلاثه رجعت عليه،
الغربه برضو كانت بالنسبه لي مش بتاع غربه انا بصراحه، انما لو ركزت شويه لا كنت ممكن ابقى احسن كده كتير، بس الغربه بالنسبه لي كانت صعبه. انا لسه مبطل السنه اللي فاتت، وجالي السنه دي اللي انا بالبيس مع الكابتن محمد صبري، بس انا بصراحه يعني خلاص قررت ان انا خلاص مش عايز العب كره تاني. كابتن ملاسي موجود الحمد لله، اي حد عايز يتعاقد معايا موجود، انا لسه ما اعتزلتش، بس اللي هو يعني انما لو جالي نادي كويس هلعب. لا العب، انا قادر العب، انا لسه 38 سنه دلوقتي، يعني انا مش هو اسمي من بدري، بس انا لسه 38 سنه وقادر العب سنتين ثلاثه، يعني ممكن لو جالي نادي كويس هلعب.